عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي أبطال منهج كونكت بلس 2. ويلكم باك. في الفيديو ده هنشرح يونت 2 الوحدة التانية Let's get fit. هيا بنا نصبح لائقين. هنتعلم في الفيديو ده حاجات جميلة جدا زي أجزاء الجسم بالنسبة للإنسان وأجزاء الجسم بالنسبة للطائر، وهنتعلم ازاي نتكلم على الانسان والطائر ونوصف جسمهم، نوصف جسم الانسان ونوصف جسم الطائر. هنتعلم استخدام او هنراجع على استخدام have وhas، وهنتعلم كمان this to this. يعني الفيديو ده هيكون مهم جدا. لو دي اول مرة تشوفني، انا اسمي مستر مصطفى والقناة دي اسمها مستر انجليزي. ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تتابع الجديد اول باول، وياريت كمان تكبر الفيديو وتعلي الجودة علشان تحقق أكبر استفادة من الفيديو عشان الكلام يكون واضح قدامك. ودلوقتي يلا بينا نبدأ فيديو النهارده. طبعا الكتاب اللي أنا بشتغل منه اسمه Step Ahead، وهنفتح دلوقتي. لو أنت معاك الكتاب هتفتح لي صفحة 50 وبص معايا على كلمات Lesson 1، كلمات الدرس الأول. كل العمود ده بيتكلم على أجزاء جسم الإنسان: وجه Face Face، ذراع arm arm، رجل leg leg، قدم foot foot، أقدام feet، جمع foot feet. أوكي، يبقى كلمة foot لما تيجي تجمعها ما تحطش اس، ولكن arm لما تيجي تجمعها وتقول أنا عندي دراعين هنقول I have two arms، leg هحط لها اس وتبقى legs، لكن foot عشان تجمع foot اوعى تقول foots لان مفيش في الانجليزي foots. foot قدم واقدام feet. كذلك الكلمة اللي جاية جمعها هيكون غريب شوية: السنة tooth tooth tooth، لكن الاسنان teeth teeth teeth. خلي بالك انت واخد كل الكلمات دي قبل كده. رأس head 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 head. طيب بص معايا بقى على اجزاء جسم الطائر. طب الطائر بيبقى فيه ايه؟ منقار، وبرضو كلمة منقار انت واخدها قبل كده. منقار بيك 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 بيك، الطائر عنده منقار. ده هنقولها ازاي بالانجليزي الطائر عنده منقار؟ هنعرفها دلوقتي، نقولها ازاي بالانجليش. منقار يعني بيك. طيب اجنحة، الجناح الواحد اسمه وينج. طب الأجنحة wings wings wings. ريش feathers 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 feathers. ياريت بتكون بتردد معايا الكلمة feathers feathers feathers. المخالب talons 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 talons. المخالب كمان claws close close close. شايف منظر التالنز ومنظر close عشان تعرف الفرق بين تالنز وبين close. ودي بقى بعض الكلمات العامة. الهدهد اسمه هوبو 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 هوبو. والطيور birds birds birds. والحشرات insects insects. والسلحفاة turtles turtles turtles. تمساح crocodile crocodile crocodile. العنكبوت spider spider spider. قطة cat cat. يساعد help help help. يجد find find. يأكل eat eat. يلعب كثيرا يلعب play. okay. كثيرا هتبقى a lot play a lot play a lot play a lot. ينام sleep sleep. يجري run run. تعال بقى الأهم حاجة، عنده أو لديه أو يمتلك has و have الاثنين. طب الفرق بينهم؟
تعال اقول لك الفرق بينهم اللي انت المفروض عارفه، بس انا هقوله لك من اول وجديد. has و have، has و have يعني عنده او يمتلك. بالنسبة للفرق بين has و have، احنا قلنا الاثنين نفس المعنى. طيب امتى استخدم has وامتى استخدم have؟ يعني مثلا الاثنين معناهم عنده. طب انا عاوز اقول انا عندي، اقول I has ولا I have؟ طبعا هو ما ينفعش استخدم الاثنين، يعني ما ينفعش اقول مثلا مره اي هاز ومره اي هاف. لا، اي ليها حاجه معينه، هاف او هاز ليها واحده بس هتاخدها. طيب شي نفس القصه، وهي هو برضو نفس الكلام، وات برضو نفس الكلام. كل ضمير وكل اسم ليه يا اما هاز يا اما هاف. طيب ايه التقسيمه بتاعتهم؟ اقول لك انا على التقسيمه بتاعتهم، بس الاول هل انت عارف يعني ايه اصحاب الاسم؟ اصحاب الاسم دي انا بقولها كتير وقلتها في الفيديوهات اللي فاتت. انا جبت هي وشي وات ومعاهم اي اسم مفرد زي احمد وزي منى وزي ذا بوي الولد. هي وشي وات والاسم المفرد، دول انا سميتهم اصحاب الاسم. يعني ايه اصحاب الاسم؟ يعني الافعال اللي فيها اس، هي وشي وات والاسم المفرد يروحوا على طول عليها، زي does وزي was وزي has اللي فيها اس. يبقى has هتيجي مع اصحاب الاسم، هي وشي وات والاسم الاسم المفرد. هتقول كده he has she has it has we the monkey has the bird has the boy has the girl has. الاسم المفرد هياخد has، لكن لو اتجمع هياخد have. have هتيجي مع الباقي بقى، مع I أنا، أقول I have أنا عندي. we نحن هنقول we have نحن عندنا. you you have أنت عندك. you have you have. they هم أقول كده they have هم عندهم. ها الاسم الجمع وليكن مثلا the birds الطيور، أقول the birds have الطيور عندهم. تاني تقسيمة has و have. has فيها اس هتيجي مع أصحاب الاس، he وshe وat والاسم المفرد، he وshe وat والاسم المفرد. have بتيجي مع الباقي، I أنا we you they الاسم الجمع. يبقى بنقول he has ما بنقولش he have، بنقول she has ما بنقولش she have. it has the bird has the monkey has. بنقول I have أنا عندي، ما بنقولش I has، ما فيش في الإنجليزي I has. we have ما فيش في الإنجليش we has، لا نحن عندنا we have. you have انت عندك او انت لديك او انت تمتلك، you have you have. they have هم عندهم، مفيش they has. the birds الطيور have مش has، بستخدم has اللي فيها اس مع اصحاب الاس، he وshe وat والاسم المفرد بس، he وshe وat والاسم المفرد بس. خلي بالك من الحته دي، دي اهم حاجه في الدرس كله، امتى استخدم has و have. كات قطتي عندها has، قطتي عندها هتبقى has s، تمام؟ has القطة مفرد هتيجي مع أصحاب الاس. my cat has قطتي عندها. three تلت، three black feet. أنا غيرت استخدمت feet هنا أقدام، هي مش فوتس، مفيش حاجة في الإنجليش اسمها فوتس. my cat has three black feet. my cat has قطتي عندها تلت أقدام سوداء، three black feet. and الرجل الرابعة one white. طب واحدة بس يبقى foot، one white foot. ركز في الجملة دي كده معايا، my cat قطتي هناخد has لأن القطة مفرد. طيب 3 black feet عايز اقول 3 اقدام سوداء، 3 اقدام سوداء بنجيب العدد وبعد كده اللون. 3
بلاك، 3 بلاك، أقدام يعني فيت. طب ما ينفعش كنت أقولها فوت؟ لا، التلاتة جمع، التلاتة جمع، يبقى الجمع نقوله فيت ما نقولوش فوت. 3 بلاك فيت اند 1، هنا بقى واحدة بس مفرد تقول فوت، 1 وايت فوت، وقدم بيضاء. طيب كمان مثال، ماي تورتز، السلحفاة بتاعتي، مالها ماي تورتز المفرد؟ هاز، ماي تورتز هاز. طيب هاز ايه؟ عندها ايه؟ فور شورت ليجز، يعني ايه؟ يعني اربع ارجل قصيرة. ماي تورتز هاز فور شورت ليجز، ماي تورتز هاز فور شورت ليجز. خلي بالك من الحاجات دي، ان المفرد بياخد هاز والجمع بياخد هاف، الجمع بياخد هاف. شوف هنا في صفحة 51 بيتكلم على القطة، فلما جينا نوصف القطة قلنا my cat is small، قطتي صغيرة، and young، صغيرة في الحجم وصغيرة في السن، small صغيرة في الحجم، young صغيرة في السن. خلي بالك من الحاجة الحلوة دي، it has، it has. كان ينفع يقول it have؟ لا ما ينفعش. It has three black feet، عندها ثلاث أقدام سوداء، and one white foot، وقدم بيضاء. It plays a lot، بتلعب كثيرا. شوف it من أصحاب الاس، it plays، ما قالش it play، it plays، it plays. My cat is، ما قالش are، من أصحاب الاس، is، has، plays. بنستخدم اس، ده زمن present simple، المضارع البسيط، واحنا قلناه قبل كده. أميرة بتتكلم على السلحفاة بتاعتها، فبتقول my tortoise is، لأنها مفرد، is old and slow، old كبيرة قوي، عندها سنين كتير، عجوزة في السن، and slow وبطيئة. It has four short legs، عندها أربع أرجل قصيرة، and a funny face، and a funny face، يعني ووجه مضحك. It usually sleeps، هي عادة بتنام. شوف sleeps فيها s. It doesn't run، حتى لما جيت ان في it ما قولش it don't، لا it doesn't اللي فيها s، it doesn't run. طب انت ممكن تسألني وتقولي طب ليه مستر ما قالش runs وحطينا s لرن؟ لان present simple بيقول ان انا بنفي don't و doesn't، doesn't مع اصحاب الاس، والبريزنت سيمبل برضو بيقول، المضارع البسيط بيقول لما تجيب دو او داز تستخدم فعل في المصدر، فعل بدون اضافات، قول كده run، اول ما تشوف دو داز استخدم فعل في المصدر run بدون اضافات. القطعة التانية بتتكلم على الهوبوز، الهدهد او طيور الهدهد، ده جمع بقى، مش هنستخدم الاس في الفيرب، مش هنحط للفعل اس، ده مش من أصحاب الاس، ده اسم جمع، أصحاب الاس كانوا هي وشي وات والاسم المفرد، لكن هنا هوبوز طيور الهدهد، are small birds طيور صغيرة. they ركز بقى، they have واخد بالك؟ مش they has، they مش من أصحاب الاس، أقول have، they have، هما عندهم، هم عندهم orange black and white feathers، feathers اللي هو الريش بتاعهم، الريش ده بيبقى لونه orange برتقاني، black اسود، and white وابيض. they have orange black and white feathers، وطبعا انت عارف ان اللون بيجي الاول قبل الموصوف، او white feather black feather orange feather. they تاني، they have long thin beaks، they have long thin beaks، beaks اللي هي المنقار، المنقار بتاعه بيكون thin، تمام، thin منقار رفيع، long منقار طويل، they long منقار طويل، their beaks المنقار help them بيساعدهم find insects،
يجدوا الحشرات، ما هم بياكلوا الحشرات، بيجدوا الحشرات بالمنقار. Their beaks help. خلي بالك ان بيكس جمع، عشان كده ما قالش helps، قال help، لان بيكس مش من اصحاب الاس. اصحاب الاس هي وشي وات والاسم المفرد، مش الاسم الجمع. Their beaks help them. Help them find insects and spiders. يجدوا الحشرات والعناكب to eat، علشان ياكلوها. شوف هنا crocodiles، التماسيح جمع. ما ينفعش اسال بدز، هسال بدو، لان الاسم الجمع ما ياخدش دز، ياخد دو. دو crocodiles، دو crocodiles، هي دو في الاول يعني ايه؟ دو في الاول يعني هل. دو crocodiles have wings، هل التماسيح عندها أجنحة؟ طبعا لا. No. No. طب no ايه؟ No they، اللي هو التماسيح. No they، لا هم مش عندهم. Don't. No they don't. No they don't. No they don't. لا التماسيح مش عندها أجنحة. اشمعنى قلت don't؟ عشان أنا سألت بدو، هجاوب بدو أو don't. Do crocodiles، هل التماسيح have claws، عندها مخالب؟ اه طبعا عندها مخالب. Yes they do، أيوة. Yes they do، أيوة هم عندهم مخالب. Yes they do. Yes they do. Yes they do، أيوة هم عندهم مخالب. آخر حاجة هنتكلم على this و these. ايه الفرق بين this و this؟ ويعني ايه this؟ ويعني ايه؟ لما تيجي تشاور على حاجة قريبة هتقول this، بس تبقى حاجة مفرد هتقول this. 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 يبقى this لما تشاور على حاجة قريبة. This. اوكي؟ يبقى this هذا أو هذه. هذا أو هذه. للقريب. للمفرد. قريب يبقى قريبة وتكون مفرد، يبقى هذا أو هذه للمفرد القريب هتقول this. بشاور على منقار طائر قريب مني هقول this is a beak. أشاور على المنقار، طبعا المنقار مفرد، هقول this is a beak، هذا منقار، حاجة قريبة مني واحدة بس أقول this. لكن this لما تيجي تشاور على حاجة جمع، تمام؟ جمع، الحاجة الجمع دي قريبة منك هتقول this. اوكي؟ يبقى this لما تشاور على حاجة جمع تقول this. This. يبقى this معناها هؤلاء. هؤلاء للجمع القريب. جمع قريب منك this. يعني انت يا مستر عايز تقول ان this و this للحاجة القريبة، فعلا الحاجة القريبة منك هتقول عليها يا this يا this. لو هي حاجة واحدة بس هتقول this. طب لو كانوا جمع هتقول this. المهم ان هي قريبة. لو بعيدة دي قصة تانية بقى، هتبقى كلمة تانية اللي هي that او those، ده في البعيد. لكن خليني النهاردة في الحاجة القريبة. لو الحاجة القريبة مفرد اقول عليها this. طب لو الحاجة القريبة جمع اقول عليها this. بس كده. this زي these are feathers. تشاور على الريش، الريش ده قريب منك، الريش ده جمع، هتقول these are feathers. these are feathers. ده درس النهارده، كنت عايزك تعرف have و has، تركز فيها قوي، وتعرف this و this، تحفظ كلمات الاجزاء الجسم بتاعت الطائر وبتاعت الانسان والكلمات العامة اللي تحت. الدرس ده خفيف على فكرة جدا. عيد الفيديو كذا مرة هتفهمه كويس خالص. ياريت بقى لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو، ولو ما كنتش اشتركت في القناة ياريت تشترك في القناة عشان تتابع الدروس الجاية. جود باي، مع السلامة.